طبعا حضراتكم تابعتم من الأخبار وزملائنا في الأخبار وهم يتحدثون عن الطقس، الطقس اللي بيتغير أحواله. شفنا الطقس في أوروبا عامل إزاي، لو جبت مؤشر الطقس على العواصم الأوروبية، أهم عاصمتين في أوروبا باريس درجة الحرارة اليوم 40، وأيضا لندن درجة الحرارة 40، ويمكن بريطانيا كلها عندها مشكلة النهاردة في درجات الحرارة، وعندهم تحذيرات بقالهم كذا يوم بالنسبة للحرارة. ده اللي بياخدنا تماما إلى التغير المناخي، يعني بالذات أوروبا لم تشهد هذه الموجات الخاصة من الحرارة، وده اللي خلى كل المؤتمرات الخاصة بالمناخ اللي تتحدث دائما عن التغيرات المناخية الكبيرة والكثيرة والمتغيرة بشكل كبير. لو من مؤتمر باريس للمناخ، جلاسكو، وأيضا وجود السيد الرئيس كان في ألمانيا، بيترسبرغ، كله يتحدث عن التغيرات المناخية. إذا كانت أوروبا بهذا الحال، فأيضا التغيرات المناخية سببت لأفريقيا ولنا أيضا تغيرات من نوع آخر، خاصة بالزراعة، خاصة بأشياء كثيرة، الانبعاثات، الأشياء، التلوث، حاجات كثيرة جدا. وربما هذا ما يحرص عليه دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلامه، بأنه يكون هناك اهتمام كبير جدا بالتغير المناخي علشان لا يؤثر لا على البنية الزراعية ولا على المقدرات، خاصة في أفريقيا وهي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. على الصعيد الاجتماعي هتلاقي في أوروبا مشاكل كثيرة جدا، الناس تبحث على الصعيد الاجتماعي عن أشياء بسيطة، عن مروحة، عن هواء، عن إمتى هذه الموجة تنتهي، وكأنك تعيش في المنطقة العربية التي اعتادت على حرارة الشمس. هذا هو العالم الذي يتغير حتى في المناخ. طيب، نترك المناخ ونعود أيضا لنستكمل جولات السيد الرئيس الناجحة. واختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارته إلى دولة ألمانيا، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد. ولدى وصول سيادته مطار بلغراد بالعاصمة الصربية، كان في استقباله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتشي وكبار رجال الدولة في صربيا وأعضاء السفارة المصرية في بلغراد. كان في أيضا حفاوة في استقبال السيد الرئيس، وكانت الطائرات يعني بدأت في استقبال السيد الرئيس، وصاحبت يعني الطيران صاحب طائرة الرئيس حتى وصوله، وده يعني يؤكد على حفاوة الاستقبال. زيارة الرئيس إلى بلغراد ستشهد عدد من المباحثات المكثفة مع الرئيس الصربي، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا على النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. الصور كمان بتؤكد على حفاوة الاستقبال وأيضا تبادل كل العلاقات. سيتخلل الزيارة أيضا عدد من الأنشطة المكثفة للسيد الرئيس، على رأسها قيام سيادته بإلقاء كلمة في جامعة بلغراد، وتتضمن هذه الكلمة في جامعة بلغراد التركيز على مجمل العلاقات الثنائية في البلدين الصديقين، وأيضا أفاق يعني هذه العلاقات، فضلا على استعراض محادثات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة. خلونا يعني في هذا، زي ما أنتم شايفين هذا الاستقبال الرائع، دايما بيؤكد أيضا على يعني كل الجولات اللي بيعملها السيد الرئيس بيبقى حريص أنه مصر يعني تحرز في سبيل كل العلاقات الاقتصادية والسياسية وفي كل المجالات التجارية أفضل النتائج وأفضل الأشياء، وتظل مصر دائما هي البلد الشقيق لكل دول العالم، وتظل مصر تحاول الاستفادة بكل العلاقات. فأعتقد ده دايما واضح في كل الرحلات التي يقوم بها السيد الرئيس. نستقبل بقى معاكم، عايزة أفكر حضراتكم، يمكن بالأمس كلمة السيد الرئيس في ألمانيا وهو يتحدث تحديدا في، طبعا زي ما شفنا مع بعض بالأمس، كان في مؤتمر صحفي بين رئيس السيسي وأيضا المستشار الألماني، وطبعا كانت الكلمة يمكن السيد الرئيس تكلم فيها عن حقوق الإنسان. وطبعا مع حقوق الإنسان كان يتحدث السيد الرئيس ويقول بأن حقوق الإنسان في مصر لها نظرة خاصة ونظرة كبيرة، وطلب السيد الرئيس ورحب وقال أنه من يريد أن يأتي إلى مصر ويتحدث مع الناس ويشاهد على الواقع مع الناس وعلى الأرض كل ما يجري مع الإنسان، ويشاهد أيضا كل التأهيل وكل البرامج وما يقدم أيضا للناس حتى يتم اندماجهم بعد ذلك حينما يخرجون
إلى المجتمع. كمان السيد الرئيس حرص في جملة كانت مهمة جدا بأننا نهتم بحقوق الإنسان، ليس علشان أنه هيجي مراقبين أو هيتبعوا ما يحدث في مصر، لا، نحن نهتم لأن احنا نحترم شعوبنا كثيرا. وأعتقد أن الكلمة دي لقت الحقيقة تعليق، ولقت أيضا إعجاب، ولقت أيضا اهتمام كبير جدا في الصحافة الأوروبية اللي ركزت على أنه كيف السيد الرئيس يهتم بحقوق الإنسان في مصر. الدستور، حقوق المواطنة، من أهم الأشياء اللي بتهتم بيها الدولة، ليس علشان يأتي الرقباء من خارج مصر، ولكن لأن شعب مصر والمواطن المصري مهم عند دولته. خلينا نروح لهذا التقرير اللي استقبل مركز الإصلاح والتأهيل في دمنهور ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان للإطلاع على مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج التأهيلية، لأنه بيتم تقديم برامج تأهيلية علشان تقدم كل الإصلاح وتأهيل النزلاء بهدف دمجهم في المجتمع وفقا لمعايير حقوق الإنسان اللي بتتم مراعاتها عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. الحقيقة في التقرير هتشوفوا بنفسكم إزاي مصر دلوقتي بترحب بأي وفود أن تأتي إلى أرض مصر وأن تتابع وأن تشاهد على قرب وعلى الواقع كيف تكون حقوق الإنسان في مصر. نشاهد معكم هذا التقرير وأعود وأستكمل معكم بعد فاصل قصير باقي فقرتنا لهذا اليوم في التاسعة. تفضلوا. شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهيلي للنزلاء، لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واستمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية. بدأت الجولة بتفقد الوفد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز. وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات. فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زائد السياسة نفسها من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أنه يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية. وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية، حيث حرصت الوزارة على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تثقيفية ودروس دينية، مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية، إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات. عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو محو الأمية، ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعى إليها وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وعملية تأهيل مستمرة بحيث إن احنا نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع. استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين، يبقى في كنيسة داخل المؤسسة العقابية أو مركز الإصلاح، فده شيء متطور. وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليم القرناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بقية زمايله. كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى، وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بإعدادها. هناك تغير تماما في حقوق النزلاء، وهذا بمثابة ما أراده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا تطبيق المواثيق الدولية،
من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مراكز التأهيل. زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية، هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد. اليوم في دمنهور أعتقد أن احنا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة. الزيارة المتعددة التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني، تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. لما بشوف دايما البرومو الخاص بالمواهب وبفتكر كده أغنية محمد منير، تعالى نلضم أسامينا الفلة جنب الياسمينة. فإحنا عايزين نلضم كلنا أسامينا من كل محافظات مصر، والمواهب لما هتتجمع بفتكر إنه البرنامج ده والمواهب لما هنبدأ كده نتعرف على المواهب من كل محافظات مصر، هتحسوا قد إيه بلدنا بجد يعني فيها مواهب عظيمة وفيها يعني طاقات إبداعية كبيرة، ومحافظاتنا كلها فيها تطور رائع، وده اللي هيخلينا نربط أسامينا الفلة جنب الياسمينة. وطبعا زي ما أنتم عارفين المسابقة ممتدة، وعلى صفحتنا على الفيسبوك احنا منتظرين كل إبداعاتكم، سواء في الصوت، في الشعر، أو في القصة. إن شاء الله نخرج بإبداعات جميلة وحلوة وتضيف ليكم وتنور هنا في التاسعة، هو مكان وأيضا بلدكم، ونبقى بنقدم كده حاجة حلوة كلنا نستمتع بيها. خلينا بعد كده نرجع ونقول طبعا زي ما انتم عارفين اكتشاف مسابقة اكتشاف المواهب اللي احنا تابعناها دي من الحاجات اللي كمان مهتمة بيها قوي التاسعة، ومهتم بيها أيضا وجودنا كده على القناة الأولى. إن شاء الله تقدم لكم دايما حاجات حلوة. تعالوا طيب بعد كده يعني، واحنا يعني وانا دايما بشوف، يمكن من كام اسبوع كنت موجوده وتابعنا المواهب، ببقى سعيده قوي لانه الناس مش بس بتطلع مواهبها، لا هم كمان بيصوروا المواهب حلو. يعني الشباب بيستخدموا التليفون والفيديو والكده وبيقدموا كلها حاجات حلوه. طيب المفترض ان احنا التقديم زي ما قلنا كان 15 يوليو، لكن طبعا نظرا للعدد الكبير اللي موجود للمواهب اللي بيبعتوا لنا واتاحت الفرصه، فهتبقى يعني ممتده حتى نهايه شهر يوليو باذن الله. نجوم التاسعه هيكون معاكم زي ما قلت لحضراتكم، وكل الموهوبين تقدروا تبعتوا على صفحتنا الخاصه على التاسعه. خلينا بعد كده بقى نروح لعدد من المواهب اللي بعتوا لنا ونشوف هذه المواهب مع بعض. زي ما انتم شايفين على الشاشة بينزل العنوان ونشوف المواهب مع بعض. تجسد من الماء والروح، وجعلنا
صيرنا طهارا بروحها القدوس. عيني بترف يا حبة عيني يلي سرقت النوم من عيني. عيني بترف يا حبة عيني يلي سرقت النوم من عيني. خير ان شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني. ميلي يا حلو يا نور العين يلي ما شافت زيك عيني. ميلي يا حلو يا نور العين يلي ما شافت زيك عيني. يا أول حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي. يا أول حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي. بصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي. أصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي. من المواهب الحلوة اللي بعتولنا. بس عندي ملاحظة، وأعتقد أنه لجنة التحكيم لازم كمان اللي هتختار تقف عند الملاحظة دي. الشباب كلهم بيغنوا قديم، يعني عدد كبير جدا من الأغنيات. معرفش يمكن القديم لأن موسيقى متنوعة كبيرة مليانة كده ألحان، والجديد طبعا كله جديد وفي حاجات حلوة جدا، بس دايما معرفش يمكن بيلاقوا نفسهم بيلاقوا صوتهم في المقامات الموسيقية. ده هيجاوب عليها المتخصصين ولجان التحكيم، لكن الجميل كله حلو. طيب تعالوا نروح أيضا لحاجة جميلة، حاجة يعني إبداع، يعني منتخب مصر لكرة اليد مش بهجة، يعني رفع راسنا وشرفنا، ودايما بقى عندنا اللي هو ايه، عايزين نفرح طب نجيب بقى منتخب مصر كرة اليد والتشريف اللي حصل، ودي مش أول مرة. الفوز بكأس أفريقيا لليد للمرة الثامنة في تاريخه، فدي حاجة الحقيقة بديعة جدا. وإن منتخب مصر كرة اليد يبقى ملك على عرش القارة السمراء، زي ما أنتم شايفين التشجيع كان عامل إزاي. تم تتويجه طبعا ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة التامنة في تاريخه. المنتخب كمان نجح يعني في التتويج بكأس أمم أفريقيا، وزي ما قلنا دي للمرة التامنة في تاريخه، عقب الفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية، والنتيجة كانت 37 لصالح منتخب مصر و25 لصالح منتخب تونس. وعايزة أقول لكم أنه يعني الفرق ده يعتبر يعني كبير. صحيح بسرعة جدا أنت في الهاندبول أو في كرة اليد بتحرز أهداف، بس ده يعتبر فرق كبير، وأنه قدروا بالفرق الكبير ده إن هم يحافظوا عليه بالشكل ده. دي المرة طبعا الثانية على التوالي اللي بيفوز فيها منتخب مصر كرة اليد ببطولة أفريقيا، ويكون تاني أكتر المتواجين باللقب بفارق لقبين خلف منتخب تونس. وقد ينجح بإذن الله المنتخب الوطني في إنه يقلل الفارق ده، يعني لقب، لما يكون الفوز إن شاء الله في البطولة المقبلة في كأس الأمم الأفريقية، واللي هيتم استضافتها في مصر مجددا بإذن الله في 2024. واللاعب كريم هنداوي طبعا ده كان يعني أنا بيحضرني هنا على إنه طبعا كان يعني هو الجول كيبر بتاع مصر، بس تخيلوا المفارقة، كان بيلعب هو في المقاولين كرة قدم، يعني كان بيلعب كرة قدم، ولكن المعلق لكرة اليد هو اللي أقنعه
انه يبدا يلعب كره يد وما كانش مقتنع ابدا في البدايه. شوف الانسان لما يبقى ماشي في طريق وبعدين الدنيا تتغير تماما فيروح للافضل. ده كان سنه 2009 اول ما بدا، احنا دلوقتي في 2022، فطبعا فرق كبير جدا، وبدا يلعب ويتالق وبيسموه اسد الفراعنه في كره اليد. الحقيقه كلهم كمان اللعيبه محترفين ومهنيين، وعدد كبير منهم الحقيقه محترف في دول كتيرة في العالم، فأعتقد هم مشرفين وحقيقي يعني عملوا بهجة كده في مصر، وسوشيال ميديا كلها الحقيقة حيتهم، والناس في كل مكان حيتهم، وبعدين أول مرة كده يعني تمشي. فدايما أنت في القهاوي البسيطة والناس دايما كرة القدم طول الوقت، لأ بدأ يتغير. أنت ممكن تلاقي على حتى القهاوي البسيطة في الأحياء العادية والشعبية تلاقي كرة اليد الناس بتتفرج عليها، وبدأوا يحفظوا أسماء اللعيبة والناس، فده شيء حلو. أنا بيتهيألي أن احنا هذا الفريق وهذا الاتحاد المنظم جدا، يعني اتحاد كرة اليد منظم جدا، نفضل طول الوقت بجد وراه وندعمه، لأنه قد إيه مبهج ويستاهلوا هذه الصورة الجماعية وهذا الكأس وهذا الاحتفال. مبروك منتخب مصر كرة اليد للاتحاد وللعيبة ولكل الفرق والجمهور اللي كان بيشجع كمان. طيب تعالوا نروح بقى لخبر تاني. قرر من الضرائب بترك البطاقة الشخصية. في ناس دايما لما تيجي تشتري ما بيحبش يسيب بطاقته الشخصية، لكن الحقيقة مصلحة الضرائب قررت أنه ترك البطاقة الشخصية أو صورة منها لدى التاجر في حال تجاوز فاتورة الشراء ب 150,000 جنيه. هي مسألة احترازية علشان يكون فيها أمان للتاجر، وأنه بما أن المبلغ كبير كده فهو يأمن نفسه أنه يبقى عنده بطاقة الشخص اللي بيقوم بالشراء. القرار ده بيلزم دافع الضرائب من المقيدين بالحصول على الرقم القومي لأي عميل تزيد قيمة معاملته على 150,000 جنيه، والالتزام بإرسالها لمصلحة الضرائب. في النهاية ده خبر علشان يكون في التزام، يعني ما احنا وتكون الحق على الجميع، يعني عشان نقدر كمان ما تبقاش المسألة دون حساب. الموضوع ده خلينا نعرف مزيد من التفاصيل والمعلومات اللي بتهم الناس كلها. أستاذ رجب محروس معايا على التليفون، مستشار رئيس مصلحة الضرائب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء النور على السادة المشاهدين. مساء النور على حضرتك. عايزة أعرف قرار الإلزام الخاص لما يكون رقم الفاتورة أو المبلغ اللي بيتم الشراء به 150,000 جنيه، إيه السبب في هذا القرار؟ تمام حضرتك، كما تعلمي ان احنا كان هناك تحول من النظام الورقي الى نظام الرقمنه، والتحول ده كان انصب في اصدار الفاتوره الالكترونيه. والفاتوره الالكترونيه لها بيانات لابد ان تكون مذكوره في الفاتوره، سواء من البائع التاجر او من الشركات او المنشات، سواء كانت تجاريه او صناعيه. تمام. وبالتالي من ضمن هذه البيانات ان بيان الفاتوره ان لازم يكون مكتوب عليها رقم تسجيل المشتري، لكي يتم حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. تمام. وده من الشروط الاساسيه في الفاتوره. وكان اي فاتوره قيمتها اقل من 50,000 جنيه كان لابد ان يتم ذكر الرقم القومي للمشتري، سواء كان هذا المشتري تاجر جمله او تاجر تجزئه أو حتى مستهلك نهائي. ولكن رأى معالي وزير المالية نظير للتوجيهات السياسة المالية التي تنتهجها وزارة المالية أن يكون الحد الأقصى يتم تعديل حد الفاتورة من 50,000 جنيه إلى 150,000 جنيه، أي بمعنى أن أي فاتورة بتزيد قيمتها عن 150,000 جنيه لابد أن يتم ذكر رقم تسجيل المشتري، سواء كان هذا المشتري تاجر جملة أو تاجر تجزئة. تمام حضرتك كده؟ تمام. يعني أي فرد أيا كان، أي فرد سواء تاجر أو مش تاجر، يعني حد راح اشترى فلازم يسجل الرقم ده. نعم يا فندم، يعني لازم وأنا ببيع كمصنع أو تاجر جملة لأي فرد، إذا كان قيمة مشترياته تزيد عن 150,000 جنيه، تمام، لابد أن يتم ذكر رقم تسجيل المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية. تمام. أما إذا كانت الفاتورة أقل من 150,000 جنيه فيكتفى بكتابة الرقم القومي للرقم القومي فقط لا غير للشخص المشتري. تمام. هذا ما أصدره معالي وزير المالية بتاريخ 7/7 بتعديل
الفقرة الثانية في النص المادة الأولى من القرار الوزاري. تمام. هل هنا هي مسألة ضبط بأنه يعني في بعض الناس ما كانتش بترسل الأرقام فبالتالي يعني لا يتم تحصيل الضرائب من هذا الرقم، يعني هي مسألة ضبط أكثر يعني؟ نعم يا فندم، هي قاعدة بيانات لمصلحة الضرائب المصرية لمتابعة حركة المعاملات التجارية بين البائعين والمشترين أو حركة المعاملات التجارية بين المصدرين أو المستوردين لحصر المعاملات المالية ودمج الاقتصاد غير المرئي لمصلحة الضرائب المصرية. تمام. مع الاقتصاد المرئي، وذلك لتوزيع العبء الضريبي على المجتمع الضريبي بأكمله. تمام. وهنا بس المهم ما يكونش، أقول لحضرتك ما يكونش فيه تلاعب إنه حد يصدر فاتورة ب80 والتانية ب30 فتبقى أقل من 150. نعم حضرتك، لأن طبعا ده مهم جدا، لأن الفاتورة الإلكترونية لا يتم إرسالها إلى المشتري إلا بعد اعتمادها من مصلحة الضرائب المصرية من خلال المنصة الإلكترونية. أكيد. عموما وضحت المعلومة. بشكر حضرتك جدا أستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب. على فكرة على مستوى العالم كله ده بيتم دايما يعني مزيد من، علشان كمان يبقى السوق ليه آليات منضبطة، يعني أنت طول الوقت الناس بتقعد تشتكي فيبقى عندك آليات منضبطة طول الوقت، ويبقى كل حد يبقى تقدر أن أنت تتعامل معاه وتحاسبه وتبقى الدنيا كلها فيها انضباط. طيب تعالوا كده نشوف تقرير حول مهرجان الممثل، واللي بيعتبر أول مهرجان من نوعه يقام في مصر لإظهار مواهب التمثيل وغيرها من صناع الأفلام. وده طبعا يعني أكيد مهرجان لطيف جدا، تقديم عروض بقى مليئة بالألعاب والموسيقى وأجواء احتفالية. نشوف التقرير ده ونطلع فاصل ونرجع بعدها، خلينا نكمل كلامنا وباقي فقراتنا اليوم للتاسعة. المهرجان احنا بنحضر فيه تقريبا بقالنا يعني مش اكتر من 3 اسابيع. الهدف منه اظهار مواهب جديده في التمثيل. احنا ابلكيشن كلاكات هدفه الاول ان هو يساعد صناع الافلام ان هم يقدروا يعملوا افلام بطريقه اسهل واكفأ، عن طريق ان هو من خلال ابلكيشن يقدر يلاقي يتواصل مع صناع افلام، يعني يدور على ممثلين. انا مثلا مخرج بدور على كتاب، اقدر اتواصل عن طريق الابلكيشن. المهرجان دي النسخه الاولى منه وتجربه جديده بتتيح فرصه لناس يعني مش كلها جوه المجال او حابه الناس تشوفها بشكل مختلف وجديد، فنتمنى تكون المسابقات تطلع بشكل لطيف وتكون النسخه الاولى دي حاجه كويسه تنتج بعديها نسخ ثانيه وثالثه ورابعه. انطباعي عن المهرجان، طبعا انا سعيده ان في حاجه زي كده موجوده، عشان احنا كممثلين بندور ان ناس كتيره تعرفنا كمخرجين ومنتجين وممثلين اوريدي موجودين، فالموضوع مهم قوي بالنسبه لنا يعني وبالنسبه لي انا شخصيا. يعني الحقيقه انا شايف المهرجان ده فكره جميله جدا مميزه جدا، خصوصا للناس اللي مش بقى ليها لسه ليها فرصه او لسه ما طلعوش للعالم السينما او الدراما او كده. الحقيقه دي فرصه حلوه جدا لاي حد ان هو يجي اصلا يتبسط بالتمثيل، مش شرط ان هو يجي يكسب او شرط ان هو يجي يظهر نفسه او الناس تعرفه او كده، لا هو فعلا اللي بيحب التمثيل يجي يوم زي دوت يجي يتبسط معانا وكده. هو المرة الأولى من إيفنت من النوع ده عامة في مصر، وبالعكس شايف خطوة كويسة إن إحنا إزاي ندعم مواهب فنية جديدة ويبقى المجال مفتوح أكتر حتى بأقسام مختلفة بكومبيتيشنز مختلفة. ده كويس جدا، يفتح افق جديده لصناعه ممثلين. كل الناس اللي عندها حاسه ان هم عندهم تالنت في التمثيل او في الحاجات اللي شبه كده، عندهم يعني باشن ان هم يبقوا بيمثلوا وبيعملوا حاجات حتى لو هي ورا الكاميرا، ان هم يبقوا موجودين في مكان فيه ناس كتير يقدروا ان هم يعرضوا افكارهم ومواهبهم. طبعا انا حضرت قبل كده مهرجان، بس مش كمشاركه، كمجرد استطلاع كده ان الواحد يشوف المخرجين والممثلين، ولكن ده اول مره ان انا اشارك في مهرجان زي ده، وبجد يعني للتوفيق لكل، وانا نفسي اعمل احسن حاجه عندي. بالنسبه للفكره هي جديده وهي اتعملت طبعا في دول اخرى، بس بالنسبه لهنا مصر فعلا يونيك، حاجه
تشجع الواحد ان هو فعلا ممكن كمسابقه وفي نفس الوقت ان هو يتبسط از جيم يعني لعبه وكده. فانا اللي رشحني في الحاجات دي يعني برضو ممثلين زيي وجوم هنا برضو، فحاسين الموضوع فيه حاله من الاختلاف مش مجرد مسابقه عاديه. فكره المهرجان جدا جميله صراحه وحاجه جديده، محتاجين كممثلين مبتدئين ان احنا نلاقي مكان امن ان احنا نلعب فيه وندخل في تحديات ومسابقات. سمعت عنه عن طريق لكيت اللي هو صديقي كامل صاحبه. الحوار الوطني حضراتكم دائما تسمعون طبعا عن الحوار الوطني، خصوصا لما الجلسات بدأت بتاعة الحوار الوطني والتحضير لهذا الحوار. والحقيقة ببساطة شديدة جدا عشان نبسط هذه المسائل، الحوار الوطني ما هو إلا حوار نتحاور فيه في كل أمورنا يعني ببساطة جدا، وحوار حر ومسؤول في نفس الوقت، لأنه الحرية زي ما هي حرية هي حرية مسؤولة. فكل من يتحدث لابد أن يكون مسؤول إما عن رأيه أو عن وجهة نظره، أو إن رأيه يكون مفيد للبلد، مفيد بجد، مفيد برأي، بأطروحة، بتفكير، بفكرة، بفكرة بناءة، فكرة تاخد المجتمع، تاخد الدولة لقدام، وخصوصا لما يكون في لقاء مع يعني قوى مختلفة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية بشكل كبير جدا، ويبقى في حرية إنه الناس تتناقش. وإن الحوار الوطني الحقيقة دعا كل القوى بأن هما يبعثوا بكل الأوراق، كل واحد عايز يتحدث في إيه، أو إيه عايزين نقول الأطروحات الخاصة بالحوار، أو أفكار أو معطيات أو محاور أيا كانت، بحيث أن كل هذه الأفكار تصب في الحوار الوطني ويبقى فيه حوار. أحيانا خليني أبسطها أكتر، كل الكلام اللي بنتكلم فيه ساعات كده تسمع ناس والله يقول نتمنى أن مصر يبقى فيها كذا، أو يتعمل كذا، أو عايزين الموضوعات تبقى كذا، أو الفكرة، بدل ما يبقى كلام على الهوامش وهايص. فالحوار الوطني حيكون هو المكان اللائق أن احنا نتحدث فيه بحرية، ونتحدث فيه أيضا بأفكار تأخذنا لقدام. اليوم بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني ثاني لقاءاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادا لتنظيم جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف القوى السياسية والنقابية. من جانبه قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني بأنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية، يعني علشان نقدر ناخد كل الموضوعات الاقتصادية في هذه اللجنة، كل الموضوعات الاجتماعية في هذه اللجنة، وهم من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. وده كمان حيضيف جدا، أضاف كمان أنه خلال مؤتمر اليوم بأن الحوار الوطني ينظر للدستور الحالي بأنه قد أنصف حقوق الإنسان، وأننا نحتاج إلى تفعيل تلك المواد فقط، وأيضا أن لجان الحوار الوطني ستسعى لإزالة أي عوائق لتنشيط الحياة السياسية، دي نقطة مهمة جدا بينتظرها الكثيرون، وترسيخ حقوق الإنسان. يعني يبقى فكرة أن الناس تتكلم والناس تتحاور والناس تقول رأيها، زي ما أنا قلت الحرية عندما تكون مسؤولة. خلينا نتحدث أكتر عن محاور وعن أفاق الحوار ده ممكن يودينا لفين وينقلنا لفين. ما هو هي الفكرة زي ما قالوا في الجلسة، هو ليس حوار شكلي، هو ليس اجتماع للجان وهيئات وناس وقوى وآراء، ولكن هو اجتماع حقيقي لحوار حقيقي. كاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ هيطلعنا أيضا على مجموعة من الأفكار والآراء. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني في وجود حضرتك كده عايزين نتحدث عن الحوار الوطني، خاصة اليوم هي الجلسة الثانية للإعداد لهذا الحوار، كيف ترى شكل الحوار؟ هياخدنا لفين؟ هياخد مصر لفين؟ بطبيعة الحال الحوار احنا لسه في ثاني جلسة، وهي ثاني جلسة إجرائية بالمناسبة، لم ندخل إلى صلب الحوار حتى الآن. طبعا الجزء الإجرائي جزء في منتهى الأهمية، على أساسه بيتحدث المخرجات. لما بتعملي يعني الوضع الاساس صح، يعني هنجني ان شاء الله ثمار هذا الحوار قريبا اذا اراد ربنا. هذا واحد. لاين سياخذنا الحوار؟ هذا امر رفع بالمشاركين فيه، وبالقضايا التي سيطرحونها، والنقاشات العقلانيه والهادئه والموضوعيه. كلما كانت هذه النقاشات يعني تبغي المصلحه العامه، وكلما كانت جميع
يبغون الوصول إلى حلول توافقية، كلما ساعد ذلك في الوصول إلى النتائج الجيدة التي يتوقعها الجميع. إلى أين سيأخذنا؟ أنا ظني من خلال ملاحظاتي يعني المتواضعة حتى هذه اللحظة، النقاط جيد والمشاركين غالبيتهم على قدر كبير جدا من المسؤولية، وبالتالي أنا أظن أن ده يقود لاحقا إن شاء الله إلى مخرجات جيدة في العديد من المجالات. طبعا في جزء ثاني متعلق ب الناس مدركة الحدود والواقع والأمور إزاي، فبالتالي محدش يبقى عنده تشاؤم شديد إن أمورها سيئة أو تفاؤل مفرط بعيد عن الواقع. أنا يعني أنا أتحول إلى دولة غربية طبعا اسكندنافية بكرة مثلا، صحيح ده هيحصل إن شاء الله، لكن إن شاء الله أنا متصور إنه الأوضاع ستكون أفضل بقدر المناقشات الجيدة وبقدر رئيس الجمهورية قالت سأستمع إلى المخرجات وسأرى ما الذي يمكن تحقيقه منها وسأشارك في الجزء الأخير منها، وبالتالي النقاشات التي تمت بالاجتماع الماضي وقعد خمس ساعات، النهاردة خمس ساعات كمان في الجلسة كاملة من 12 ونص تقريبا لخمس ونص، كان في قدر كبير جدا من الهدوء من الرحبانية من التباين الصحي ولا أقول الخلافات إطلاقا، وجرى حسم الأساس التي تجرى عليه المناقشات في المحور السياسي. طيب السؤال يعني يمكن الناس، حضرتك ذكرت نقطة وهي أنه الناس أحيانا ممكن تقول نوع من التشاؤم، ولكن هي فكرة بأنه كلنا سنجتمع من جديد وسنتحدث من جديد، ربما نطوي صفحة الماضي القديم يعني قبل الثورات ونفتح صفحة جديدة. مصر بقت في مكان مختلف، مصر بقت بتعيد يعني وجودها بشكل كبير، وبقى في عندنا تطور كبير جدا يعني مختلف تماما. هل ترى بأنه يعني نحن في الوقت السليم جدا لهذا الحوار الوطني؟ طبعا يعني دايما يعني بيقول انتصر، يعني في مثل مهم او قول مأثور، انتصر متاخرا خير من الا تصل ابدا. والرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 ابريل الماضي في اطار الاسره المصريه لما تكلم عن هذا الامر قال بوضوح انه ربما كان الطبيعي ان احنا نعمل هذا الحوار قبل ذلك بكثير، لكن صحيح. كانت هناك تحديات وربما كانت هناك اولويات حالت دون ذلك في هذا الوقت، وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة فيها المجتمع المصري استقر، الدولة المصرية قوية وعادت إلى عافيتها الحمد لله، حالنا يعني رغم كل الصعوبات والتحديات أفضل كثيرا من أحوال دول أخرى في المنطقة وفي خارجها. فأن يكون هناك حوار سياسي وأن يفتح هذا الحوار للآراء المختلفة ده علامة صحية وكبيرة جدا، أكيد. علينا أن ننتهزها و يعني ناخد افضل ما فيها وصولا ان شاء الله الى تحقيق ما يطمح اليه الجميع او الغالبيه العظمى على الاقل. اكيد اكيد يا فندم. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل الامنيات بهذا الحوار الوطني الذي ننتظره اكيد والجميع ينتظره. خلونا نعود الى السوشيال ميديا. زي ما السوشيال ميديا كده ليها مميزات كبيره وكتيره بتفيدنا في حاجات كتير، لكن على الجانب الآخر ليها عيوب، عيوب كتيرة قوي وعيوب يعني حقيقي ممكن تسبب مضايقات كتيرة، أهمها انتشار شائعات المرض أو الوفاة، ودي بقت كتيرة الحقيقة، وبقى دمها تقيل ومن السخافة وحاجات كتيرة جدا، وخاصة بالمشاهير والرموز ونجوم المجتمع بتزعجهم وبتضايقهم وبتزعج عائلاتهم ومحبيهم بشكل كبير جدا، خصوصا لما الرموز دول يكونوا في مرحلة عطاء ومرحلة نضوج ومرحلة توهج، وإن هم دايما بيفكروا يقدموا الجديد ويساعدوا في المجتمع، فبتبقى الإشاعة الحقيقة كسرة كده يعني حاجة يعني جاية في توقيت سخيف وبتدي انطباع يعني دمه تقيل عند يعني عند كل الناس. الإشاعات الحقيقة انتشرت حول صحة فناننا الكبير خالد زكي. خالد زكي يعني لو هتكلم عليه مش بس هو فنان كبير وتقيل، يعني لما بيكون على الشاشة له من المصداقية والتقل
كمية الأدوار اللي قدمها خالد زكي، من أدوار اجتماعية، من أدوار وطنية، من أدوار خاصة بالتاريخ، قدم الحقيقة مجموعة من الأدوار المتنوعة منذ بدايته وحتى هذه اللحظة وهو دائم التنوع. ودايما بيوحشت يعني أنت طول الوقت ليه طلة خاصة، يعني خالد زكي من النجوم اللي تحب تشوفه وتبقى عايز تشوفه في أي عمل وتبقى عايز تشوفه بيعمل إيه وليه طلته وليه منافسته. خلينا كده، ده اللي خلينا لما شفنا الأشعات السخيفة أولا إن إحنا يعني نطمن عليه ونطمنكم عليه ونسمع صوته، لأنه أكيد وحشنا كفنان كبير. الفنان الكبير خالد زكي، مساء الخير يا فندم. أهلا أهلا أهلا، إزيك؟ أيوة ده الصوت الحلو ده اللي بيوحشنا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ انا تمام الحمد لله، دايما منتظراك وانت عارف. ربنا يخليك يعني، لانه انت وحش الناس جدا جدا جدا. ربنا يخليك، يعني ان شاء الله قريبا جدا هكون معاك، ولازم يعني ان شاء الله هكون معاك، يعني احنا ممكن نجي لك بالكاميرا او انت تنورنا في الاستوديو زي ما تحب. لا اجيلي كان ضروري ان شاء طب الله. هتنور. طمنا عليك، يعني الاشاعات السخيفه دي يعني ازاي انت بتشوفها؟ شوفي انا هقول لك، يعني انا من سنتين برضو نزل اشاعات ان انا عيان وخلاص وبودع وتعول وكده، وطلعت ايامها مع عمرو الليثي ونفينا الحكايه دي الحمد لله. رجعت تاني برضو من 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 اسبوعين كده، انا التليفون لا ينقطع عن بيتي وعني، يعني عن الموبايل من اسبوعين لحد النهارده. طبعا امبارح والنهارده بقى يعني هم امبارح والنهارده كتير جدا، لانه امبارح موتوني، يعني امبارح الصفاء لله في خالد زكي وكده. بعد الشر. يعني اشاعه عايه واشاعه وفاه وكلها اشاعات يعني ليس لها اي اساس من الصحه، والحمد لله يعني بحمد ربنا ان ملهاش اساس من الصحه. طبعا لا، انت يعني انا كمان الحقيقه معاك، بنشوف على السوشيال ميديا وحاجات دمها تقيل وحاجات مقلقه، مش بس للفنان والجمهور ولعيلته كمان، يعني يبقى انت مضطر بقى تقعد ترد على كل الناس عشان الناس تطمن عليك، يعني او ان الناس تتاكد انه ما فيش حاجه يعني. طب هو المشكلة إنها بتتعب الأقارب والعائلة والناس، وممكن يكون ليكي حد مسافر بره يقلق عليكي، لو ابنك أو بنتك بره يقلقوا عليكي. فهي أنا يعني بطلب بس إنه لابد من تحري الدقة لما يحصل تناول خبر بالنسبة للمرض أو الوفاة، لان دي حاجات بتبقى مؤثره طبعًا جدا طبعا، وفي مصادر اساسا رسميه التحري الدقة ده بيجي من كذا اتجاه، يعني اول حاجه اتصال مباشر بالتليفون معايا طبعا، او اتصال بالنقابه، او من خلال اتاكد من خلال صحف او البرامج التلفزيونيه، لانه الصحف الرسميه او البرامج الرسميه والنقابه دول كل الأخبار بتبقى أخبار مؤكدة وموثقة. تعرف المشكلة إيه؟ المشكلة إنه هذه مواقع وصفحات غير رسمية على الإطلاق، يعني غير رسمية على الإطلاق، يعني أنا بشوف إن حضرتك ممكن تقدم بلاغ أصلا يعني لمباحث الإنترنت والحاجات دي، من حقك جدا، لأنه هذه مواقع غير معروفة، يعني هي بس عايزة تعمل قلق جوه الوسط الفني، قلق للفنان، وبتستفيد إنه بيدخل مشاهدات كتير والناس تبقى عايزة تطمن والناس تتخض، اسم خالد زكي اسم كبير، فبالتالي الناس. هو مش أنا الواحد طبعا، مش أنا الواحد طبعا، على فكرة طبعا. يعني أحمد بدير صحيح. الزعيم عادل امام الزعيم عادل امام الحقيقه كذا مره، يعني انا من اسبوعين كنت على اتصال باحد عائله يعني الاستاذ عصام امام علشان يؤكد ان الزعيم عادل امام بخير لنفس الشائعات السخيفه دي طبعا، وصلاح السعداني وصلاح عبد الله فنان صلاح السعداني خد كلام كتير قوي ملوش معنى، يعني مش معقول والناس كويسه وما فيهاش حاجه عارف بقى الحل ايه؟ اقول لك انا الحل،
بصي انا هقول لك تعملوا حاجة. بقى مسلسل قبل رمضان الجاي للحل. وناخد كل الناس الحلوه دي بقى يعملوا لنا حاجه حلوه ونطلع في مسلسل كل بالظبط يعني كل المجموعه كده ويبقى مسلسل خاص يعني تناقشوا موضوع السوشيال ميديا دي ازاي بتقدر تعمل كوارث الناس الغير مسؤوله دي يعني. انت عارفه كويس طبعا اني انا ماليش اي درايه بالسوشيال ميديا لان انا ما عنديش لا فيسبوك ولا انستجرام ولا تويتر ولا اي حاجه خالص. انا عارفه انا اخر حاجه بالنسبه لي وبتهيألي جينا معظمه كده الواتساب بس يعني انما ف يعني كمان انت مقل ومش موجود ومع ذلك لم تسلم. هقول لك انا الحل ايه بقى. انا هقول لك الحل. انت صور الكلاب بتاعتك دي اللي بتطلع بيها دي كلاب إيه بقى الكلاب الصور الكلاب بتاعتك الجميله فالكلاب صور دي ايه انا مش سامع. في صور للكلاب بتاعتك صور في صور خاصه ليك وفي كلاب عندك. لا ما مش كلاب خالص أنا. خالص كمان صور كمان انا ما بحبش كلاب اساسا. ده حاطين لك صور وانت كمان عندك كلاب ويعني عملوا لك حياه خاصه. كلاب ايه كلاب يعني كلاب يعني كلاب ما عنديش كلاب انا ما بحبش كلاب كمان. طيب خلاص هم خلقوا لك حياه متوازيه يعني عارف ازاي يعني تخيلات. انا الحل اللي انا بشوفه لا انا ما فيش خالص برضه هي جزء من اشاعات السوشيال ميديا. انا ما عنديش كلاب خالص ولا بحب الكلاب اساسا خالص كمان زي حالاتي يعني انا بخاف منهم مع احترامي ليك طبعا بحبهم بس بخاف منهم وحقوق الانسان يعني طبعا بحبهم بس انا يعني بخاف منهم. لكن انا هقول لك الحل طبعا. اولا ان احنا سمعنا صوتك بقالنا كتير ما سمعناش صوتك واحنا يعني منتظرين ان انت تنورنا مش بس عشان نتكلم لا علشان نمتع الناس بالمشاهد الحلوة اللي عملتها بالأعمال الحلوة بالحاجات الحلوة اللي بيقدمها خالد زكي ولأنك فعلا وحشتنا وإن شاء الله نشوفك في عمل قريب جدا تنور بيه الشاشة سواء السينما أو التلفزيون تكون موجود يا رب. إحنا في انتظار تخلص أجازتك من الساحل والاستوديو موجود وحاضر وفي انتظار تشريفك بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. أنا بس يمكن بنتهز المناسبة أن أنا معاكي وبشكر كل السادة الجمهور العظيم جدا اللي سأل عليا وكل من سأل عليا من الزملاء وكل التعليقات اللي اتكتبت في المرض او في الوفاة يعني بشكرهم جدا جدا وبقول وقلتها مرارا ان انا بأكن كل الحب والتقدير لكل جمهوري الغالي الحبيب وكل العاملين اللي تعاملت معهم في كل مجالات الفن. طيب مش انت بتثق في التلفزيون المصري زي ما قلت والتلفزيونات الرسمية فثقتك فينا احنا انت عارفة يعني احنا كلنا اولاد انت وانا وكلنا طبعًا اولاد طبعًا التلفزيوني طبعًا. فثقتك فينا دي احنا يعني هنبقى مسؤولين عن انك تنورنا وعلى السوشيال ميديا الخاصة ببرنامج التاسعة والقناة الأولى هينزل صورة خالد زكي وهو في الاستوديو وكل أعماله وكل جمهورك هيدخل على الصفحة دي وهتبقى دي السوشيال ميديا الصحيحة اللي احنا دايما نتمناها لأي فنان. أول ما هتكون معانا هننزل كل الحاجات الخاصة بيك وصورك وأعمالك في حوار احنا في انتظاره إن شاء الله قريبا معك في التاسعة بإذن الله. استمتع بأجازتك إن شاء الله وكل حاجة وأنا يعني سعيدة إن احنا سمعنا صوتك وربنا يديك طولة العمر وتعمل لنا أعمال جميلة وحلوة رموزنا ونجومنا يعني احنا حريصين عليهم كل الحرص دايما. ربنا يخليك يا شفتي والله وسعيد جدا جدا بالمكالمة الجميلة دي وتحياتي ليكي ولأسرة البرنامج بالكامل يعني. في انتظارك بقى يعني هتلاقينا موجودين على طريق الساحل كده مستنيينك في انتظارك بإذن الله. بإذن الله ومن نجاح لنجاح لنجاح يا رب إن شاء الله. إن شاء الله في انتظارك وتنورنا طبعا يعني زي ما شفتم يعني فنانين كبار الحقيقة يعني بيتأثروا وبيتضايقوا يعني أنا بجد محتاجين نعمل مرة يعني حلقة خاصة جدا على موضوع المواقع دي اللي لا تنتهي يعني فكرة أولا يعني صعب أن أنا أقول مواقع هي لا تمت للمواقع الصحفية المحترمة بأي شيء ولا تمت للصحافة بأي شيء هي مجرد مواقع وللأسف الناس أحيانا من يعني ما بتبقاش عارفة ده موقع إيه ولا إيه ولا ده موقع مهم يعني ما بتبقاش
احيانا احنا لازم كلنا نتحرى الدقه وما ندخلش ولا نعلق عندهم ولا نشير من عندهم. يعني فكره انك تتاكد مين الموقع دي فكره بسيطه جدا علشان طبعا البلبله الكبيره اللي بتحصل. خلينا نروح كده تاني ارجع معاكم للرياضه. النهارده كده في اجواء رياضيه بنتكلم عليها كتير، وانا زي ما انتم عارفين بحب جدا نتكلم عن الرياضه. من الحاجات اللي احب اقولها لكم في العالم، يقول لك ايه معلومه كده، يقول لك ايه، طب والشعب ده بيمارس الرياضه؟ انتوا عارفين احيانا بيبقى فيه زي صحيفه استبيان للشعوب، يعني يسال يقول لك إيه الشعب ده طبيعته ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيلعب رياضه، بيعمل كذا، يبقى كده في زي مواصفات اسمها مواصفات شعب. فكل ما يبقى عندنا في مواصفات الشعب بتاعنا رياضه وانديه رياضيه ورياضات متنوعه، كل ما كمان احنا نبقى مقتربين جدا للشكل المثالي اللي ممكن، مش عايزه اقول المثالي ولكن الشكل ايه المتوازن اللطيف بالنسبه لشعوب العالم. لانه الرياضه لما بتبقى موجوده بيبقى فيها منافسات واخلاق رياضيه وحاجات حلوه. هروح دلوقتي للاعب السنوكر عبد الرحمن شاهين. عبد الرحمن شاهين بيحقق أول ميدالية عالمية لمصر في لعبة سنوكر بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم. أنا ببقى سعيدة جدا للألعاب دي لأنه يعني الناس دي بتبذل مجهود كبير قوي فيها. هو نجح عبد الرحمن شاهين كلاعب وهو لاعب في نادي الصيد في التتويج بالميدالية الفضية للبطولة العالمية، وده بعد الهزيمة من بطل هونغ كونغ في المباراة النهائية. بطل هونغ كونغ ده بطل يعني شديد يعني. عبد الرحمن شاهين تأهل إلى الدور النهائي بعد أنه تغلب أيضا على الأمريكي المخضرم دارين مورغان، وده 3-2 في النصف النهائي. وخلينا ناخد يعني مداخلة ونعرف أيضا كلام أكتر. الصورة زي ما أنتم شايفين أهي في اللعبة، اللاعب عبد الرحمن شاهين لاعب سنوكر. مساء الخير. مساء النور، إزي حضرتك؟ يعني صورك منورة، وأنا ببقى سعيدة جدا لأي رياضة يكون فيها هذا التفوق اللي موجود. كلمني عن يعني هذا التأهل. والله الحمد لله طبعا على كل حاجة. كان نفسي أجيب الميدالية الذهب بس ربنا ما وفقنيش في النهائي، بس طبعا دي حاجة إنجاز كبير ليا ولمصر كلها. أنا أول ميدالية أخدها دولية باسم مصر، بس الحمد لله. يعني أنا اللي فهمته من البطولة دي إن إحنا مش بعيد عن الناس دي خالص، إحنا بس طبعا إحنا بس نلعب وننافس ندخل بس يعني. بالظبط بالظبط، والله زي ما حضرتك بتقولي حضرتك، إحنا أنا بتمرن مع نفسي. يعني لو حضرتك شفتي في الماتش، لا أنا الولد انا شايفه الصور. اولا يا عبد الرحمن عايزه اسالك، يعني خلينا نتكلم وبعدين تحكي لنا على التاهل الاخير. يعني الناس في مصر كتير جدا ما بتعرفش الفرق قوي ما بين البلياردو يعني وما بين السنوكر، فعرفنا انت ومن خلال الصور لان هي متقاربه جدا في الصور يعني حتى يعني. ولكن يمكن السنوكر بيبقى اكتر يعني دقه على الترابيزه. لا حضرتك، هو الفكره ان السنوكر جيم مختلف تماما عن البلياردو. للناس فاهمه، الناس فاهمه ان البلياردو لعبه سهله صح، او السنوكر لعبه سهله. هي مش لعبه سهله خالص. يعني هو السنوكر يمكن كرانكينج على العالم هي ثاني اصعب لعبه في العالم بعد الجولف. طبعا الكره صغيره والعصايه دقيقه وحاجه كده يعني الموضوع مش 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 سهل خالص. الموضوع حضرتك الناس ما بتفهمش ان احنا بنعمل ايه في يومنا الطبيعي او في حياتنا عشان خاطر السنوكر. هم الناس كل يعني فاهمه ان احنا مجرد عصايه ومجرد كور وبنلعب. لا، هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع لعبه صعبه جدا ومحتاجه تمرين ومحتاجه نظام يوم ومحتاجه تركيز. يعني الصوره في صورة كده وانت بتحاول اعتقد يعني تصيب شيء يعني او تجيب الهدف فيها تركيز شديد جدا. فانت يعني هي غير الرياضات اللي فيها حركة وفتنس، هنا انت بتحتاج ايه علشان يبقى عندك هذه اللياقة والتركيز؟ لا، هي الرياضة مش بدنية قد ما هي ذهنية. هي رياضة ذهنية بطريقة مش طبيعية. يعني حضرتك الماتش البلياردو ده ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد 5 ساعات، ممكن يعني الماتش ملوش تايم. مش زي مثلا ماتش اي رياضه هو ليه تايم محدد. لا، هو الماتش زي ما هيخلص ممكن يخلص في ساعه، زي ما بقول لحضرتك ممكن يخلص في 4 ساعات. بس الـ4 ساعات ولا الـ3 ساعات ايا كان اللي الماتش بيقعده، حضرتك انت دماغك
ما بتبطلش تفكير في الجيم. هي طبعا اللعبه طبعًا صعبه، ازاي تزنقي اللعيب اللي قصادك. فهي طب اللعبه انت بتتمرن ازاي يعني لو انت لوحدك كده يا عبد الرحمن تتمرن ازاي؟ ما هو ده اللي انا كنت لسه بقوله لحضرتك. هو هي مش هو انا بتمرن لوحدي زي ما حضرتك بتقول. هو الطبيعي ان انا يبقى اللعبه الناس مش مهتمه بيها في مصر خالص. المفروض يبقى ليا مدرب، المفروض يبقى ليا مدرب نفساني رياضي. اما يعني الموضوع احنا بعيد، عشان كده بقول لحضرتك احنا بعيد عن بقيه البلاد الثانيه، وفي نفس الوقت احنا قريبين كانجازات. يعني احنا بننافس وبنعمل بطولات جامده اجتهادات شخصيه. احنا انا واحد من الناس، انا هتكلم عن نفسي، انا لو اهتم بيا شويه في اللعبه دي في مصر انا هعمل اللي انا عملته ده هيبقى الطبيعي. طب قول لي انت محتاج ايه يا عبد الرحمن؟ يعني مين اللي يهتم؟ وزاره الشباب، اتحاد؟ يعني كلمني علشان نحاول احنا كمان يعني نساعدك. الاثنين طبعا. الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه. يعني قول لنا الاهتمام 1 2 3 ايه؟ الاهتمام ان احنا تبقى زينا زي الرياضات الثانيه، ناخد حقنا. ناخد حقنا ان هم يجيبوا لنا مدربين، ناخد حقنا ان احنا ناخد حقنا حتى ماديا. ان حضرتك احنا ما في اللعبه دي في مصر ما فيهاش فلوس. في العالم كله اللعبه فيها فلوس، يعني اللعبه زيها زي اي رياضه. يعني فلوس ممكن يبقى شغل. فلوس للصرف على اللعبه، ده اللي تقصده؟ صرف على اللعبه ومكافئات انتوا ما فيش اي حاجه يعني تدخلوا كده وتجيبوا الميداليات وما فيش اي حاجه؟ كميداليات انا بصراحه انا عن نفسي انا اول مره اجيب ميداليه دوليه، وانا لسه ما رجعتش مصر فانا مش عارف لسه ايه اللي هيحصل. فلما ارجع ان شاء الله هنكتشف الموضوع ده. لا ان شاء الله هتكتشفه بالخير يا رب ان شاء الله. اتمنى يعني بص انا هقول لك، لانه حتى يحس انه اتقدر طبعا. يعني لا اكيد انت مقدر دلوقتي. يعني عايز اقول لك يا عبد الرحمن وجودك معانا لان احنا بنقدر اي حد بيحمل اسم البلد دي، وخصوصا الرياضه. والله العظيم الرياضة أنا بقول لحضرتك اي كلام، وانا بالنسبه لي التقدير ده اهم من اي تقدير مادي طبعا. يعني انت مقدر واحنا سعداء بيك، وفريق التاسعه حاول التواصل معاك، لانه خبر انه في لاعب مصري وبيلعب لعبه حتى وان كانت اللعبه مش معروفه بالدرجه مش شعبيه، بس يحقق ده في مسابقه عالميه باسم مصر، فده تقدير طبعا. طبعا وده اهم من اي تقدير مادي بالنسبه لي. والله انا مش بقول لحضرتك اي كلام، انا بالنسبه لي اللي حضرتك بتقوليه ده اهم من اي تقدير مادي. ان انا قدرت اوصل فكره للناس في مصر ايه اللعبه دي، والناس كانت مهتمه والناس بتسال. انا واحد من الناس اللي على السوشيال ميديا عندي، انا وانا في وسط البطوله انا ما كنتش مصدق نفسي، ما كنتش مصدق ان كميه الناس دي مهتمه انا هلعب امتى، والناس بتدعي لي والناس معايا والناس متابعه والناس شايفه. طب كلمني، وانت يعني انت كان عندك اثنين، كان في مباراه مع الامريكي وبعدين انت فزت على اللاعب بتاع هونج كونج، مين كان اصعب بالنسبه لك يعني؟ ماتش السيمي فاينل كان اصعب، اللعيب كان اقوى بكتير. دارين مورجان ده راجل كان قعد سنين من الاول 8 على العالم في المحترفين، يعني ده راجل خبره بمعنى كلمه خبره. لكن ماتش النهائي كان اسهل، بس هو كان الماتش صعب انه نهائي، وانه كان الماتش كان ضغط، انا ضغطت جامد في الماتش بس مش اكتر. لكن كماتش السيمي فاينل كان اصعب طبعا. وعلى فكره الدور الثمانيه اللي انا كسبته النمساوي ده بطل العالم سنه دي، لسه واخد بطوله العالم من 3 شهور، بطوله العالم ناشئين تحت 21 سنه. يعني انا ماتشاتي كلها كانت صعبه. كانت كلها صعبه. ايه اللي خلاك تفكر في سنوكر تحديدا؟ هل في حد في العيله في تشجيع؟ يعني ايه اللي وجهك للعبه دي؟ لا خالص، انا بدات السنوكر صدفه. انا كنت بلعب كوره في نادي السد. كله كان بيلعب كوره وبعدين راح حته ثانيه. والله حاجه كويسه، جيبوا ميداليات في الحاجات الثانيه. خلصت تمرين وطلعت صاله البلياردو عندنا في النادي، انا واصحابي بنتمرن بلعب عادي خالص. المدرب كابتن نهاد حسين الله يرحمه، ده الراجل اللي انا احب اشكره من خلالكم يعني. اكيد، واحنا كمان نشكره. الراجل ده اللي خلاكم بتكلموني دلوقتي يعني، الله يرحمه. هو لسه متوفي السنه دي. شافني وانا بلعب مع صحابي، قال لي انت ممكن تبقى كويس.
بس فرحت مرة في الثانية في الثالثة وبدأت بقى بدأت تلعب في اللعبة. طيب ده شيء كويس. خليني اتفق معاك يا عبد الرحمن اتفاق لما ترجع بالسلامة برضو نحاول نتواصل معاك وان شاء الله يكون في تواصل جيد من وزارة الشباب ومن الاتحاد ونبدأ نشوف هذه اللعبات اللي بتقدر تحقق حاجات لانه الرياضة متنوعة واللعبات متنوعة وانا احب ان مصر تبقى موجودة في كل انواع اللعبات اللي موجودة في العالم يعني ايا كانت هي ايه يعني. فاحنا هنتابع معاك وأعتقد أنه النادي بتاعك لازم يحتفي بك احتفاء كبير جدا لما ترجع وبشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق. ربنا يخلي حضرتك وأنا اللي بشكرك أن أنتوا اهتميتوا وكلمتوني وأنا زي ما قلت لحضرتك ده بالنسبة لي أكبر من أكيد. أي حاجة أن أنتوا قدرتوني وكلمتوني وعايزين توصلوا للناس أنا مين وأنا تعبت إزاي وحققت إيه وده بالنسبة لي يعني شرف ليا والله وانا اكيد ده تلفزيون بلدك يعني ده تلفزيون بلدك وده من حقك انك لما تبذل مجهود وترفع اسم مصر بميداليه هتلاقي تلفزيون بلدك دايما معاك وراك. انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن وهنتابع معاك ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. يعني انا ببقى سعيده جدا زي ما قلت لكم لما يكون في رياضه. الرياضه والله صدقوني حاجه حلوه ايا كانت الالعاب حتى لو كانت بسيطه. ما هو مش بالضروره انا عارفه طبعا في ناس كده صوت هيقول لك ما هو الفرق الكبيره والفرق الرياضيه عند يعني كان عندنا كده من يومين الاتحاد الكاراتيه لمصر ليها اسم كبير في الكاراتيه. فاذا احنا لازم كده نكتب عدد من اللعبات اللي بنحقق فيها ميداليات والناس تاخد حقوقها والناس تهتم بيها. وانا متاكده ان وزاره الشباب هيهتم وانه هيبقى في شكل اخر لانه الرياضه حل مهم جدا لحاجات كتير. هاخدكم برضو هي مش رياضه بس يعني ممارستها واستعمالها نوع من انواع الرياضه. انا ده مشروع سعيده بيه جدا. مشروع اسمه كايرو بايك. يعني انت هتبايك يعني جايه من بايسكل الناس هتركب بقى عجل وتتنقل بالعجل بالدرجات. المنظر اللي انتوا شايفينه ده لانه مشروع التنقل بالدرجات فين؟ في 5 مناطق رئيسية بالقاهرة. انا هبقى موجودة قريب جدا وهستخدم هذا المشروع. محافظة القاهرة بدأت في إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين تحرير، محمد فريد، عبد المنعم رياض، وشارعي الفلكي وعبد الخالق ثروت. هتلاقي الشكل بتاع العجل ده. المشروع ده هيبقى عامل ازاي؟ هو مش مجرد عجل كده انت هتروح وهتاخد العجلة بتبقى عن طريق الكمبيوتر او عن طريق هيبقى فيه ابليكيشن وهتبقى تقدر تاخدها من مكان تركبها بالوقت اللي مسموح هتدفع فيها فلوس وترجعها لأماكن هتبقى ليها زي خرائط وترجعها لهذا المكان. الشكل ده موجود في كل في عواصم كتير دلوقتي عربية وعواصم أوروبية والناس بتستخدمها وحل كبير خاصة في العواصم المزدحمة بالسيارات وبالسكان. ده بيبقى حل هايل لأنك ممكن تنجز المشوار اللي انت عايزه أو الأسلوب اللي انت عايزه. في نفس الوقت في أكتر من فايدة هنتعرف على الفوائد لأنها فوائد خاصة بالبيئة فوائد خاصة بالرياضة حاجات كتير. خلينا ناخد المهندس محمد سامي مدير ومؤسس ل يعني كايرو بايك وهو يعني في إحدى الجهات المشاركة في كايرو بايك. خلينا نمسي عليه ونقول له مبروك. مساء الخير يا فندم مهندس محمد سامي. مساء الخير يا فندم. مساء الورد يا فندم زي حضرتك استاذه شفي ومساء الورد على جميع الساده المشاهدين. انا شخصيا جاهزه يعني المنظر ده انا بستخدمه في اوروبا فانا جاهزه جدا ان انا انضم واجرب والواحد يتنقل بسهوله ويسر. الحقيقه النهارده احنا بنبارك لشباب مصر كلها مش بس الشباب يعني المصريين كلهم لانه كان صوتنا اتسمع واحنا يعني كأنا مؤسس فريق جو بايك الهدف لنشر ثقافه الدرجات بنناشد ببنيه تحتيه للدرجات على غرار الدول الاوروبيه والنهارده الحمد لله الحلم اتحقق وبدا بالفعل على ارض الواقع يبقى موجود محطات مشاركه الدرجات ونظام مشاركه الدرجات اللي هو كايرو بايك وده نتاج شراكه ومجهود ضخم جدا جدا طبعا مع جهات كتيره جدا منها طبعا على راسها محافظه القاهره واليو ان هابيتات برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه ومؤسسه دروسوس ومعهد سياسه النقل والتنميه الاي تي دي
الحقيقه الجهود كبيره جدا اتبذلت، مجهود دراسه لهذا المشروع مش نتاج السنه دي ولا السنه اللي فاتت، لكن نتاج سنوات كبيره فاتت لحد ما طلع لهذا المشروع للنور. ودي حاجه هديه يعني الدوله بتقدمها لنا كوسيله تنقل، مش بس رياضه لكن طبعا كوسيله تنقل، وسيله يعني تنقل صديقة امنه للبيئة. صديقه للبيئه. لسه كنت هقول في وقت اولا العاصمه مزدحمه جدا جدا جدا، وهتبقى فيها وسيله تنقل هايله للناس وهي بتشتغل وهي بتتحرك وهي وكمان صديقه للبيئه، لا في بنزين ولا في انبعاثات ولا في اي شيء ولا كهرباء ولا اي حاجه. وده طبعا بياتي يعني على يعني مصر بتستعد دلوقتي لمؤتمر المناخ الكوب 27، وده يعني تزامنا يعني اطلاق هذا المشروع بالتزامن مع مؤتمر المناخ. طبعا وسيله الدراجات كوسيله تنقل مستدام زي ما حضرتك قلتي كده، ان هي صديقه للبيئه، ما فيش انبعاثات كربونيه، ما فيش استهلاك للوقود ولا البنزين اللي احنا يعني طبعا في ازمه عالميه يعني في حاجه زي دي. بتوفر طبعا يعني ميزانيه كبيره جدا، وكمان بتحسن الصحه، ودي يعني يمكن اهم طبعاً فايده في الموضوع كله ان هي بتحسن الصحه. فالمشروع الحقيقه زي ما حضرتك قلتي هم 5 محطات دي كبدايه، النهارده بيتم الاعلان عنهم. كلمنا بقى ازاي يعني الناس هتبقى عايزه تعرف دلوقتي، يعني انا دلوقتي رحت للمكان اللي فيه المحطات دي، الشوارع اللي قلنا عليها، وبدات استخدمها، هستخدمها ازاي؟ هل هيبقى فيه ابلكيشن ولا هيبقى فيه تعامل على طول بالدفع بكارد، ولا النظام هيبقى عامل ازاي؟ لا الحقيقه طبعا مع التحول الرقمي طبعا كل يعني كل التعامل كاشلس عن طريق الكروت الائتمانيه من عن طريق موبايل ابلكيشن خاص بهذا المشروع. بنقدر ننزل الابلكيشن ده ويكون عندنا حساب نقدر ان احنا نستخدم الدراجه على طول. بيتم ربط الدراجه عن طريق البلوتوث بالموبايل ابلكيشن، وبيتبعت لي كود اقدر انه يفتح القفل الخاص بالدراجه بالظبط وبالوقت، مثلا حد عايزها ساعه، حد عايزها ساعتين، ولا هي بتبقى مفتوحه لحد ما يسلمها للمكان الرجوع. هي الحقيقه الوقت يعني مجرد ما بيفتح القفل بيبدا يعد الوقت عليا، ولكن بتكلفه يعني مفاجاه بقى، يعني تكلفه بسيطه جدا. لا قول لنا التكلفه. التكلفه جنيه في الساعه. جنيه في الساعه؟ و8 جنيه في اليوم. هايل. وفي اشتراك سنوي، يعني يقدر الواحد يمتلك الدراجه عن طريق اشتراك سنوي ب 500 جنيه في السنه. طيب احنا هنقول يعني الاسعار تاني عشان برضو نحاول واستاذن فريق التاسعه لو نكتب الاسعار، يعني اذا هي جنيه في الساعه و8 جنيه في اليوم. و8 جنيه في اليوم وزائد اشتراك شهري، واليوم ده بيبقى 12 ساعه كمان، يعني هو 12 ساعه فتره الاستخدام. يعني 12 ساعه ب 8 جنيه مظبوط، هنستخدم عجله 12 ساعه ب 8 جنيه بس. يعني مفاجأة طبعا، لأنه في دعم كبير قوي لهذا المشروع ودعم مادي كبير قوي، والدولة بدأت تتوجه للنقل المستدام وتنمية البنية التحتية للدراجات طبعا، وطبعا كمان الاختيار. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أصل الأسعار دي أسعار كمان قليلة، في عدد بقى من الدراجات لأنها مش هنلحق نلاقيها يعني وان شاء الله ما تزودوش السعر. هو الفكره كلها ان المشروع مش هدفه الربح خالص طبعا، لكن ده مشروع قومي مدعم من الحكومه المصريه، وده مش هدفه خالص الربح، ولكن هدفه التشجيع على استخدام الدراجات ونشر ثقافه الدراجات. طيب الحاجه الثانيه برضه عشان ما ننساش، حضرتك ذكرت الاشتراك الشهري، يعني لو حد عايز يعمل بالشهر السنوي. السنوي طيب السنوي بكام؟ ده 500 جنيه في السنه. 500 جنيه في السنه ما هي يعني حضرتك هنقسمها على 12 شهر يعني تمتلكي دراجه للسنه كلها ب 500 جنيه. ب 500 جنيه يعني انا هنا بقى ممكن اخدها البيت وارجعها بعد كده بعد السنه كل حاجه. مفيش اي مشكله، يعني انا ممكن اخدها البيت وارجعها بعد سنه
ولكن كل 15 يوم بيتم استدعاء العجله وتقدري حضرتك تبدليها تجددها تاني عشان تفضل في يتعمل الصيانه بتاعتها بس وتفضل في المنظومه طبعا. ده شيء جميل. يبقى اذا انا هرجع كده اقول الارقام لكل الناس، اللي عايز ياخدها بالساعه بجنيه، اليوم 12 ساعه ب 8 جنيه، بالنسبه للاشتراك السنوي ب 500 جنيه. طبعا في عناصر امان يعني موجوده من خلال الاكسسوارات والقياده الليليه، عشان لو في ناس مستخدمين هتستخدم الدراجه دي ليل في اوقات الليل، فطبعا في اضاءه يعني مزوده باضاءه وجرس للتنبيه وكشافات، وكمان العجله مزوده بجهاز تتبع عشان يبقى في دعم فني طبعا، يبقى معروف هي فين وقفت فين بالضبط. لانها كلها طبعا في ابلكيشن بيتتبعها وهو اوريدي دخل عليه فبيبقى معروف هو فين، يعني عامله زي مثلا شركات السيارات لما بيبقى في تتبع ليها خريطه يعني. مظبوط. وكمان لما بنفتح الابلكيشن بيجيب لي على طول اقرب محطه ليا اقدر استقل منها الدراجه. وبيبين لك الدراجه دي فين برقمها بالكود بتاعها، هي موجوده فين بتاعها بكل حاجه. وكمان في كاميرات مراقبه بنلاقيها على المحطات اللي هي بتنشأ الخاصه بنظام مشاركه الدراجات كايرو بايك، هنلاقي في كاميرات موجوده دي هدفها برضو الامان وزياده مستوى الامان للدراجه. انت عارف وحضرتك بتتكلم على الامان، انا كده برضو هقول انه البنات والفتيات هيكونوا امنين جدا، لان هي اولا الدراجه على سيستم، على نظام، في كاميرا بيتم تتبعها، فحتى لو في اي فتاه بتقود السياره هتبقى حاسه بالامن والامان، لان هي العجله او الدراجه هتبقى باينه على الخريطه طول الوقت، فهيبقى فيها نوع كبير من الامان. الحقيقه مشروع هايل ومشروع حضاري جدا، وهيخلي شكله حلو، يعني ان الناس تقدر تتحرك جو بايك يعني، او يعني يلا خلينا نبدا بالدراجات ونحلها، خلي الدراجه هي اللي تحل وتنظم حياتنا. انا بشكر جدا المهندس محمد سامي وهو مدير ومؤسس جو بايك في هذا المشروع اللي كمان الدوله بتدعمه وبتحاول انها كمان تقدمه. افكار حلوه وجميله، وهيخلي الناس كمان حياتها تبقى مختلفه شويه. على فكره الدراجه مش جديده على مصر، بس يمكن التعداد الناس كان قليل. لو رجعتوا الافلام الابيض واسود هتلاقوا الناس كانت بتتعامل بالدراجات، وكانت الناس صحتها احسن وشكلها افضل، فهي فيها صحه، فيها سلام وامان، وفيها كمان انها تكون حاجه صديقه للبيئه. زي ما قلت لكم النهارده انا يعني كده اليوم كده في الرياضه رايحه جايه معانا، وده شيء جميل. في اسم سامانثا، اصبحت سامانثا هي يعني سام كير زي ما بيقولوا، مهاجمه نادي تشيلسي، وطبعا تشيلسي الانجليزي معروف، وهي اول لاعبه تظهر على غلاف خاص بلعبه الفيفا 2023. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا الغلاف، واللي بتنتجها شركه بالتعاون مع سبورتس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وهتظهر اللاعبه الدوليه الاستراليه على الغلاف الى جانب مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بكاس العالم كيليان مبابي، واللي زين غلاف النسختين الاخرتين. اي اي سبورتس وقالت في تغريده على تويتر عند الكشف على الغلاف، وقالت انه يعني هما الاثنين في المقدمه وشراكه هجوميه واحده في نهاية المطاف. سامانثا كير البالغة من العمر 28 عام، هدافة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، يعني شوفوا بقى يعني هي هدافة وقد إيه بتلعب مع تشيلسي اسم كبير، وطبعا ده كان للموسم الماضي، وعدد الأهداف اللي أحرزتها سامانثا 20 هدف في العديد من المباريات، وسجلت كمان 59 هدف في 110 مباريات في أستراليا منذ ظهورها لأول مرة سنة 2009. بتلعب بقالها يعني وقت طويل، وده كان عمرها وقتها 15 سنة. يعني الحقيقة مجهود كبير جدا قدمته، ومجهود كبير عملته. بعد الفاصل نواصل معكم باقي فقراتنا لهذا اليوم مع التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا.
عودة للحوارات، والحقيقة الحوار هذه المرة أعتقد أنه حوار مهم. يعني كلنا نتابع يعني تحركات السيد الرئيس منذ فترة طويلة، حتى قبل القمة اللي كانت موجودة في السعودية قمة جدة، ولكن أيضا مشاركة السيد الرئيس يمكن بعد القمة مباشرة. توجه السيد الرئيس إلى ألمانيا، بعدها إلى صربيا، فأعتقد أنه لابد أن نتعرف على قراءة تحليلية لأبعاد مشاركة السيد الرئيس في هذه الزيارات المختلفة الموجودة سواء في أوروبا بشكل عام. والسؤال اللي دايما الناس بتطرحه، هل هذه الزيارات يعني ممكن تقدم لمصر مزيد من الاستثمارات، مزيد من معرفة ما تقدمه مصر، مزيد من وضع مصر الحالي على الأرض من مشاركات وضعها اللي موجود أيضا اقتصاديا؟ الرئيس كمان في الحوار اللي كان موجود في بيتسبرغ للمناخ، الجهود الكبيرة لتعزيز التعاون مع أوروبا ودور مصر المحوري في مواجهة القضايا العالمية بشكل كبير. ده هيخلينا نضع كل هذه المحاور أمام ضيفي الآن الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، منورني. واليوم الحقيقة عندي عدد من المحاور نحب إن احنا نطمن ونعرف يعني ونحلل كده مع بعض هذه الأوضاع. أولا سيد الرئيس، يعني خلينا نبدأ من زيارة ألمانيا وهذه القمة الناجحة، سواء من كلمة السيد الرئيس والمشاركة، وأيضا بانتهاء حتى بالمؤتمر الصحفي اللي كان موجود في سيادة الرئيس مع المستشار الألماني. طبعا يعني أولا العلاقات المصرية الألمانية على مدى السبع سنوات اللي مرت أو الثمان سنوات يعني تضمنت الكثير من التفاصيل، وهي علاقة يعني تطورت بشكل كبير، وهي علاقة تقوم على الاقتصاد، الشراكة، التعاون السياسي، الاقتصاد التجاري، الأمني على كافة الأصعدة. والحقيقة الزيارة بتيجي في وقت مهم جدا، العالم بيواجه أزمة كبيرة، حرب في أوكرانيا، أزمة التغير المناخي أصبحت واضحة جدا ومؤثرة بشكل كبير، لسه يدوب يتعافى من كوفيد، بالإضافة إلى زي ما احنا أشرنا العلاقات الثنائية. العلاقات الثنائية الحقيقة العلاقات المصرية الألمانية نموذج للعلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام. ألمانيا دولة رئيسية جدا في أوروبا، يعني زعامة الاتحاد الأوروبي بين ألمانيا وفرنسا، دول دولة مهمة. الحقيقة إنه يعني هننتقل بس من الزيارة دي لفكرة تحركات مصر في سياستها الخارجية. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 الحقيقة أعاد صياغة السياسة الخارجية المصرية بالشكل اللي بيقوم على مجموعة مبادئ وشعارات ثابتة، والحقيقة بتثبت بتقوي فكرة الثقة في السياسة المصرية، فكرة الشراكة، فكرة التعاون، فكرة الدفع للحلول السياسية، فكرة فتح الأبواب دائما للحوار والتفاوض والنقاش، كمان الاتجاه إلى الدول الفاعلة في العالم والمؤسسات الدولية بخطاب واضح ومحدد ولديه دائما، اقتراحات مش بس بيبقى رد فعل، هو في خطاب يقوم على الفعل. فالسياسة الخارجية المصرية أعتقد على مدى السنوات اللي فاتت 8 سنوات بنت ثقة دولية بناء على تصرفات حقيقية، لأنه فكرة الشرف، الخصومة، الخلاف، الاتفاق، كل شيء، الحلول السياسية. فمثلا احنا ألمانيا من الدول اللي تعاوننا معاها مثلا في قضية الكهرباء، الحقيقة الشركات مصبوط. الألمانية في الطاقة في وقت يعني صعب يعني جدا، كان والحقيقة كان منجز صعب جدا. ده كان فيه فايدة لمصر الحقيقة وفايدة لألمانيا كمان، لأنه دخول مصر في علاقة، ومصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة، إدى ثقة كمان في الشركات الألمانية الحقيقة. فإحنا بنتكلم على عالم فيه المصالح، المصالح مش لطرف واحد، لكل الأطراف. ثانيا فكرة الخطاب المصري كمان بتعضد الثقة، لأنه لو هو الشركات دي ما وجدتش ثقة في الوعود المصرية في سداد الأقساط إذا كان فيه صحيح. أو الالتزامات، هو كل عقد بيبقى ليه طرفين، الالتزامات المهمة في مصر والنجاح في تنفيذ والنجاح. المهم والحقيقة أنه يعني مش عايزين نقول أنه مصر كانت بتحصل على شروط تفضيلية، لأنه سوق كبير، عندها استعدادات، عندها ثقة كبيرة في الاقتصاد، في الالتزامات، في غيره.
ده جزء مهم فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء، وده دخل شركات أخرى. النهاردة بنتكلم في القطارات، في النقل، في التفاصيل، في الخبرات التي يحوزها الألمان، لأنه كل دولة في العالم ده. فده جزء العلاقات الثنائية والشراكة، ودي استثمارات خارجية جاية في مصر. مهم. خليني أقف عند النقطة دي، لأنه دخول مصر ومشكلة مصر كانت في الطاقة كانت مشكلة كبيرة جدا، وكل المصريين تابعوا رئيس وهو يتفاوض بنفسه مع شركة سيمنز وقتها بالزبط. يعني وكان التفاوض يعني أعتقد ما كانتش الناس متصورة أنه في هذا الوقت من الأزمات مع انقطاع الكهرباء، وأنه كان عندنا مشاكل عديدة، صحيح. أن احنا نوصل بهذا النجاح اللي بقينا موجودة فيه. فالنجاح كانت ألمانيا شريك فيه بالزبط. زي ما أنت قلت بالزبط. شريك واثق خلاص فيه ويحمل ثقة. والحقيقة أن الشركات الألمانية أخذت ثقة أيضا في المنطقة، ولو حد بيتابع خرائط شغل المشروعات والتكنولوجيا والتقنية فيما يتعلق بده. والحقيقة برضو خلينا نقول أنه المنتج الألماني أو السياسة الألمانية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتقنية، مش بس التقدم، كمان الألمان عندهم دقة، عندهم التزام، عندهم ده، وده يعني خلى أن في طرفين بيدخلوا في سياق واحد، وده زي ما احنا قلنا أفاد مصر وكمان أفاد الطرف الألماني. ودي برضو استثمارات. لقاءات الرئيس في ألمانيا ما توقفتش عند مثلا شركات التكنولوجيا أو اتفاقات أو الشراكات، لا، كمان الحقيقة دخلت في المستقبل، في الصيغ المختلفة، لأن مصر ليها كمان العلاقات، فيها علاقات عسكرية، علاقات أمنية، علاقات كمان تجارية، صح. بالإضافة لده العلاقات الدولية والإقليمية، لأنه مصر دولة مؤثرة ودولة لديها وجهة نظر مهمة في أنه دول الإقليم، دول أفريقيا، الدول العربية، وأظن ده ظاهر حتى في الخطاب، الدول العربية أصبح لديها النهاردة زي ما شفنا في جدة وانت أشرتي إليه خطاب ناضج تجاه الغرب، صح. وتجاه مسؤول. الدول الكبرى ومسؤول ويلتزم أكثر بالمصالح، مصالح الشعب ومصالح الإقليمية والعربية والأفريقية. ودي نقطة مهمة هتنقلنا للنقطة الثانية المهمة، لأنه بطرس بيرغ كان حوار بيدور حول تغيرات المناخ. يمكن قبل 5 سنين أو 10 سنين كان الكلام عن تغيرات المناخ بيعتبروه نوع من الطرف. النهاردة أكل الناس وشربها وميتها والزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمجاعات والفيضانات والحرائق متوقف على المناخ. أصبحت طيب أنا عايز أخذ من حضرتك هنا النقطة وأقول أضيف عنوان وأقول، وهي حزم وجدية السيد الرئيس في هذه المؤتمرات. يعني أنا فاكرة كويس قوي في جلاسكو كم كان حازم السيد الرئيس تجاه التغير المناخ، وتحديدا كان اهتمامه كمان بقارة أفريقيا، يعني لأن هي الأكثر تضررا بشكل عام. أفريقيا بتدفع ثمن كبير. دول العالم الثالث وأفريقيا، لأنه نسبة الانبعاثات ونسبة التغير المناخي من أفريقيا أقل كثيرا من الدول الصناعية الكبرى. على مدى المؤتمرات، مؤتمر باريس التوصيات الشهيرة جدا طبعًا. أنه الدول الكبرى الصناعية ملزمة بأنها تدفع 100 مليار دولار على مدى فترة للدول النامية على أساس الطاقة الجديدة المتجددة وتقليل تأثيرات المناخ. كانت الدول الكبرى الحقيقة بتقول ده وعود وما حصلش. في جلاسكو الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش بيتحدث باسم مصر، لأن التغير المناخي كان بيتحدث باسم العالم، ما هوش تغير مرتبط بشعب أو زي دول كبرى، هو الكوكب كله بيدفع ثمنه، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيؤكد عليه. الحقيقة رفع الصوت ده باسم أفريقيا وباسم دول مختلفة، وقال إنه مهم، وحتى كان في استجابات لأول مرة في استجابات، صحيح. وكان حريص جدا إنه يقول إنه الالتزامات دي هي من أجل حماية الكوكب ومن أجل حماية البشر، لأنه النهاردة التغير المناخي تحول لمجاعات، لجفاف، لتأثير بالغ على العالم طبعا. كله طبعا. والثلوج والأقطاب وكمان الارتفاع الدرجة ونص والدرجة دي بتحول الأرض إلى محرقة، زي ما احنا شايفين النهاردة الغابات، الحرائق ملايين وآلاف اللي كانت في أوروبا وكانت في كل تقريبا قارات العالم السنة اللي فاتت. فالرئيس كان جاد جدا وعرض، والحقيقة طلب أنه يتم تنظيم كاب 27 في مصر ونظم في نوفمبر القادم. والحقيقة دي كانت خطوة إضافية، لأنه كانت أول مرة دول العالم الثالث الحقيقة أو الدول الاقتصادات الناشئة ترفع الصوت بشكل واضح وتقول للعالم أن هي طرف فاعل ورئيسي، وأنه على الدول أن توفي بالتزاماتها تجاه هذا الأمر. ومصر خدت الخطوة
في الطاقة الجديدة في الطاقة الخضراء النهاردة في مصر وفي دول أخرى في المنطقة. المملكة العربية السعودية طبعا عندها صح. نفس الشيء أصبح تفكير مهم في إنه مختلف. تقليل هذا الأمر. خليني أخذ مع حضرتك هنا فصل وبرضو خلينا نقول لحضراتكم بأنه الطاقة الخضراء وأعتقد أنه يعني المؤتمر اللي كان في بيترسبرغ وبحضور السيد الرئيس كان مهما لأنه يعني خرج بعديد من الاتفاقات الخاصة أيضا بالطاقة الخضراء. هنستكمل معكم لعشان كمان نكمل كلامنا عن دولنا النامية والأسواق الناشئة كما نقول دائما، هل هي أسواق ضعيفة أم هي أسواق لها صوت لأن هي تبحث عن وجود لها في المستقبل حقيقي على الأرض. نستكمل الحوار عن زيارة السيد الرئيس ولقاءاته بالشخصيات المختلفة سواء في ألمانيا أو في صربيا. أرجوكم ابقوا معنا بعد قليل. يعني يمكن وإحنا بنتابع مع حضراتكم ومع سيد الرئيس هذه الزيارات خاصة من ألمانيا إلى بلغراد هنلاقي أنه في لقاءات كانت مهمة وأسفرت عن أشياء كثيرة جدا، خصوصا وأنه بقى في أزمة عالمية موجودة وتعاني منها وستعاني منها أوروبا بشكل كبير مع بداية هذا الشتاء خاصة بالطاقة. وده برضو اللي هيخلينا نتعرف إزاي ممكن يكون لها مصر يكون لها دور ويبقى في إسهامات واستثمارات تقدر مصر تشارك فيها. خلينا ناخد هذه المداخلة مع أستاذ مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ شفقي، أهلا بيك. يعني عايز أعرف من حضرتك يعني هذه الزيارات الخاصة اللي متواجد فيها السيد الرئيس، عايزين نعرف يعني لقاءات مع القادة الألمان إزاي ممكن تعود بالنفع خاصة في ظل أزمات عالمية وموجودة، وإزاي هيقدروا في أوروبا يتعاملوا مع أزمة الطاقة تحديدا. بالضبط. بص حضرتك، ألمانيا وأوروبا بالذات بيعاني في الشتاء القادم من أزمة طاقة واضحة المعالم، والنقص الشديد طبعا هو في الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي استخداماته في أوروبا وفي ألمانيا بالذات استخداماته متنوعة سواء في التدفئة أو في عمليات الإنتاج وعمليات الصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية والعديد من الاستخدامات الأخرى وتوليد الطاقة كمان الطاقة الكهربية. فطبعا أن مثلا دولة زي ألمانيا كانت بتستورد مثلا 40% من احتياجات أوروبا، فمعنى كده أن هي هتتأثر أكثر سلبيا من الدول الأخرى. تمام. فبالتالي الرئيس السيسي لما بيقدم حلول تخالي أوروبا في عرض أي إمدادات من مصادر أخرى خلاف المصادر اللي هي متبعة. أي. فمصر بتقدم لأوروبا خدمة طبعا مميزة إن هي كل صادرات مصر اللي بتطلع من سواء من محطات الإسالة المصرية في دمياط وفي إتكو بالبحيرة كلها ستتجه إلى أوروبا. فهنا كده يبقى مصر ساهمت في حل جزء من احتياجات أوروبا من الطاقة ومن الغاز الطبيعي، وبالتالي إذا مصر بتقدم من نفسها جزء من المساهمة العالمية لحل أزمة الطاقة في أوروبا. فطبعا أوروبا بتستقبل الرئيس السيسي هذا الاستقبال الحار، لأن من ضمن الحلول إن هم جذب مصادر أخرى للطاقة من دول غير يعني موردة أساسا لأوروبا، لأن كانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي في الفترة اللي فاتت كانت كلها متجهة معظمها إلى آسيا. تمام. فالنهاردة كل رئيس السيسي وعد أوروبا سواء ألمانيا أو المفوضية الأوروبية إن مصر كل صادراتها من الغاز الطبيعي ستتجه إلى أوروبا. طيب خلينا في النقطة دي نقول برضو للمواطن المصري لما يسمع ما هي الفائدة بقى، يعني دور مصر هنا هيتغير إزاي؟ بصي الفائدة على مصر، أولا مصر هنا قدام العالم كله أصبحت محور هام جدا من محاور صادرات الغاز الطبيعي للعالم ولأوروبا بالذات. تمام. وإذا هنا مصر لها مكانة، أصبحت لها مكانة واضحة في الخريطة العالمية. صحيح. وخصوصا لأوروبا، إذا مصر أصبحت محور هام
من المحاور الهامة لإمداد الطاقة لأوروبا. يعني لما هيكون عندي جدول اقتصادي وحابص كده لأسواق ناشئة زي مصر وأقول إنه يتم تصدير كذا كذا، حلاقيها موجودة بشكل مع باقي الدول اللي بتعمل في البترول والطاقة، وده شكل جديد بالنسبة لمصر. بالضبط، مكانة جديدة مصر بتحتلها، وده طبعا وضع مميز جدا. الحاجة الثانية إن مصر ما أصبحتش بس هي كده، يعني مصر مش بتصدر احتياجاتها، لكن مصر اتبعت دور محوري جديد، ان هي محور اقليمي لتداول الطاقه في المنطقه. فهي دلوقتي بتاخد غازات مثلا اسرائيل الفائده اللي هي الفائضه عن احتياجاتهم، بتقوم بامدادها لمصر، ومصر بتاخدها بتعمل لها اساله وبتصدرها عبر الموانئ المصريه. اذا مصر هنا اصبح ليها دور تكاملي مع الدول الاقليميه في المنطقه. اكيد عشان كده مصر يعني هنا اتفضل، يعني مصر أصبحت مش كيان واحد، مصر بتمثل كيانات إقليمية في المنطقة، وبالتالي أصبحت مركزها الإقليمي قوي جدا. طبعا دور محوري كبير جدا بقى ودور جديد لمصر يعني بتقدمه وبتشتغل عليه. بشكرك جدا أستاذ مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة، وأعود لضيفي الكاتب الصحفي أكرم القصاص. أنا هنا عايزة أنقل الحوار، يعني ده شيء جميل جدا بأنه يعني هذه الزيارات اللي بيقوم بها السيد الرئيس والأطروحات اللي بتتقدم والحلول كلها على أرض الواقع من بنية حقيقية بنتها مصر وتعبت فيها علشان تبقى موجودة. أنا عايزة أروح لنقطة هامة جدا تطرق ليها أيضا السيد الرئيس في ألمانيا، وهي الخاصة بحقوق الإنسان. يعني دايما السيد الرئيس في كل المؤتمرات بس هذه المرة كان حازم ودقيق وكان يطلب من الجميع فلتأتوا إلى مصر وتشاهدوا على الطبيعة. رأيك إيه في هذه الكلمة الخاصة؟ والله دي نقطة مهمة جدا، لأنه الملف ده بالذات كان طول الوقت بيبقى بعض الناس بيستخدموه بره إنه كنوع من التخويف لمصر أو لأي دولة. لأنه إحنا مش بنقول إنه ملف حقوق الإنسان ما هوش مهم، لا، ملف مهم جدا، لكن الصورة الكاملة مهمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات من 2014 لدلوقتي الحقيقة كان عنده صيغة واضحة جدا انه ما بياخدش مثلا انه ده بياخد السؤال بحساسية، بالعكس بيجاوبه بوضوح لكن بصراحة اكتر، لانه الملف احنا عارفين انه بيستخدم بطريقة سياسية. يعني نختلف مع هذه البلد نطلع لها ملف فنغزها فتبدا بالزبط. تعمل رد فعل فنبدا احنا نهاجم ونعتبر ده نوع. الحقيقة الرئيس قصر هذه المسافة مباشرة مع المستشارة السابقة. الحقيقة كان ده مهم جدا، ودايما بيبقى فيه صحفيين ربما بحسن نية ربما موجه جاي بالسؤال ده شايل ده في جيبه وجاي يعمله ويمشي، يعني فرقع بومبا ويمشي. الحقيقة الرئيس لو احنا فاكرين مع الرئيس مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قال ده نفس في البداية لو احنا فاكرين، قال في بداية لقاءاته معاه، شوفوا احنا عندنا مفهوم شامل لحقوق الإنسان في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واحنا 100 مليون والدولة ما تحتملش انه احنا ندخل في خلافات وصراعات، وخلينا نبص للقضية كاملة ونبص على الخريطة ونشوف الدول حوالينا تحولت ازاي وفوضى. واحنا دايما بنقول انه احنا بنتكلم على 100 مليون محتاجين حياة كاملة، حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومحدش بينكر هذه الأمور. والحقيقة كمان قال أنا هتكلم بوضوح، أنا مش بقول إنه دي قضية مش مهمة، ولكن إحنا نحطها في سياقها وإنه ما نحولهاش لسؤال سياسي. تطور هذا، وبالمناسبة هذا النوع الصيغة مع التعامل مع هذه الملفات والتقارير، بالمناسبة كثير من المنظمات اللي كانت شغلتها وما زالت بتطلع هذه التقارير اتكشفت، مش بس احنا اللي كشفناها، العالم كله كشفها، انها عندك شفافية بتشتغل يعني زي تليفونات العملة بالفلوس، طلع لنا التقرير الفلاني، وكانوا بيدافعوا عن الارهاب وبيدافعوا عن في الوقت اللي مصر ما كانوش بيدينوا اي تفجيرات لمدنيين، كانوا بيقتلوا المصريين وبيهاجموهم وارهاب يعني ومليارات وحرق وتفجيرات وما كانش حد بيتكلم. فالحقيقة هذه المؤسسات تسقطت بالشغل العملي، لانه مصر خدت في سياقها وخدت مراحل، احنا بنبني بنعمل الاستقرار بعد كده بنبدا. انا كمان عايزه يعني عايزه برضو هنا حوار الوطن. الناس ساعات تتساءل طب لماذا يتساءلون على حقوق الانسان السياسي في بلد ولا يتساءلون عن حقوق الانسان اجتماعيا، بيعيش ازاي وبيتعلم ازاي وبياكل ازاي. فانت عندك المشاريع الاماكن العشوائيه اللي تم تطويرها والناس انتقلت
نقله نوعيه، وكمان مشروعات الدوله الخاصه بحياه كريمه، هو ده برضه حقوق انسان على فكره. لما تنقل العشوائيات واحنا دي كتعار الحياه على مدى عقود، وكان الناس بيتصوروا او ناس كتيره بما فيهم احنا كنا في الصحافه بنشتغل عليها وبنعتبره ان ده مستحيل يتشال، بعد ما اتشال قال لك انه ما لقوش حاجه يعملوها، حاجه انجاز عظيم الفيروس سي او بتاع، قال لك لا ده بيقضوا شالوا ذكرياتهم في العشوائيات اللي كانوا 50 في اوضه بتاع. فالرئيس المره دي الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي نقطه مهمه، قال انا بدعو الناس دي انهم يجوا يشوفوا تفاصيل كامله في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الحقيقه، اللي هو فكره حقوق اجتماعيه وحقوق اقتصاديه وكمان حريات الراي والتعبير والحوار الوطني النهارده اللي بيرسم صوره كامله. انا بتكلم على النهارده، وبالمناسبة هذا الخطاب الدليل إنه هو خطاب مؤثر وخطاب كاشف، إن أولا بيتعامل بالصدق، بيفتح الباب لأن أنت تعاين طبعا. ما طبعا. تتعاملش مع معلومات وأرقام خاطئة. صحيح. الأمر الثاني تعالى بقى أشوف زي ما أنت أشرتي، تكافل وكرامة، حياة كريمة اللي هو الريف المصري المنسي اللي الفيروس سي وعلاج الناس بالمجان، دي حقوق المواطنة اللي هو كمان يعني. كمان أنا ما بنكرش طبعاً مهم طبعاً. جداً بعد دولة النهاردة مسكت نفسها وفي الإرهاب تم القضاء عليه إلى حد كبير وفي قضايا مهمة وبعمل تنمية، في نفس الوقت أبدأ أعمل حوار وطني يدخل كل الأطراف اللي فيه بعد الاستقرار، يخطئ من يظن إن أنا هبدأ من أول وجديد. لا، إحنا النهاردة في مرحلة مختلفة نوسع فيها، وبعدين إذا أنا ما عنديش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حريات الرأي والتعبير تكون للبيع والشراء، وشفناها كانت بتتباع بإزازة زيت وكيس رز طبعا، وإحنا ضد ده وضد بيع الإرادة، تحرير الإرادة، وده بالمناسبة نقاش فلسفي ونقاش سياسي على مدى التاريخ. هو حيطول هو الحق لسه وأنا إذا تعرضت الدولة لتفكيك أو لخطر حقيقي صحيح. نقول دولة ديمقراطية، إذا ما فيش دولة هتحط الديمقراطية فين؟ ده سؤال مهم إنه الناس تجاوبه ونشوف. والحقيقة الوضوح والخط المستقيم والحزم ده إدى ثقة كبيرة صحيح. في هذا الملف الخطير اللي صحيح. كان بيتحول إلى لعبة وشد وجذب. أكيد الحوار معاك دايما أكيد ممتع، لأنه يعني عندنا عناوين كتير وعندنا أشياء كثيرة، ولكن الحوار ممتد دايما، وإن شاء الله الحوار الوطني كمان لما يدخل هيكون فيه آراء كتيرة جدا. بشكرك شكرا جزيلا عن وجودك معنا وعلى كل الكلام والآراء اللي قلناها. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ده كان لقاءنا معاكم النهاردة في التاسعة، غدا يتجدد اللقاء معاكم، وأيضا أخبار جديدة وتحليلات جديدة ستكون معكم بإذن الله غدا في موعدنا في التاسعة. كونوا في رعاية الله.